في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الهوية البصرية لمحافظة أسوان، قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبت الجامعة الألمانية ومع عدد من طلاب المدارس والجامعات بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين. بقينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد. وصلنا هنا من سابع جد، أسواني أنا مش أي حد. أسواني أنا مش أي حد. أسواني أنا مش أي حد. أسوان بلاد الذهب، تاريخها يعبر عنها، وحاضرها مليء بالإنجازات. هويتها مصرية، تقاليدها عريقة. طموحنا أن يظل لها مكانة عظيمة بين كل بلاد العالم وفي قلب كل زائريها. فكان لزاما علينا أن تكون لها هوية بصرية تظل راسخة في عقل ووجدان كل من يتواجد على أرضها. هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15، هنبقى كلنا فرحانين. شكرا جزيلا. وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبة الجامعة الألمانية وبعض من طلاب المدارس الزخرفية وطلبة كلية الآثار بتنفيذ هوية بصرية لمحافظة أسوان. وتبدأ من مطار أسوان أول مكان يراه الزائرون، يتجلى في أبهى صوره بلوحات تعكس حضارة وعراقة هذه الأرض الطيبة. بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان. ملكة سمرة متوجة في أي زمان، ملكة سمرة متوجة في أي زمان. ثم محطة قطار سكة حديد أسوان. والميادين العامة. والجداريات التي تزين شوارع المدينة، مرورا بالسوق التجاري وبعض المعالم السياحية والمراكب النيلية والسيارات التي تحمل طابعا يعبر عن أصالة هذه المحافظة ذات الإطلالة الساحرة، وكذلك مدينة غرب سهيل ذات الطابع التاريخي الفريد. إنها وبحق إطلالة ساحرة لمدينة تضرب بجذورها في عمق التاريخ. هنا أيامنا على الله، هنا وقمر ليالينا، هنا أيامنا.
هنا هنا وقمر ليالينا هنا هنا.